بقى انا المكالمه الجميله دي، انا فاضل لي مكالمتين دي منهم وبعدين مكالمه اخيره كمان. دكتور هشام ربيعه والد كابتن رامي ربيعه، مساء الفل يا دكتور. مساء يا كابتن، نعتذر لك على التاخير والله حقك علينا. طيب احنا انت اولا منور القناه، رامي اللي منور يا دكتور، وده مكسب جامد قوي وكبير قوي للقناه صراحه. ربنا يخليك دكتور. يعني حضرتك كنت مصمم انه رامي يبقى لعيب في النادي الاهلي صح؟ مظبوط. كان بياخدني الاستاد يا كابتن على طول. حضرت ماتش 4-4 بتاع الاسماعيلي في الاستاد. يا راجل حضرت ماتش 6-1 في الاستاد. عندك كام سنه؟ كنت صغير، كنت عندي 7 سنين ولا 8 سنين. ما كنتش رحت الاهلي لسه؟ لا لا لسه لسه. ده حضرتك من رواد بقى الاستاد. طبعا. كابتن زبير، اولا انا مبسوط بحضرتك، وكنا منتظرين لقائك دوت في اي وقت صراحه. لا لا يعني ده رامي ده ليه معزه خاصه. خيرك خيرك على الناس كلها وعلى اللعيبه ودول ولادك كلهم. طبعا طبعا مش ولادنا احنا يعني، وده اذن النادي الاهلي، وانت حضرتك يعني خيرك على الناس كلها بجد. اعوذ بالله، ده انتوا اللي خيركم، ربنا يكرمك. دكتور احكي لي بقى ارتباطك بالنادي الاهلي، وهل فعلا يعني رسمت سيناريو كده لرامي من صغره انه ممكن يبقى لعيب في النادي الاهلي؟ الحمد لله، انا يعني مشجع من النادي الاهلي، وكنت بلعب كره كويس جدا، وانا راجل اشول، والله حظي ونصيبي ان انا كنت مع كابتن مصطفى حسين. الله الله. ولعبت وكنت في جيل كابتن طاهر ابو زيد على فكره. يبقى انا شفتك اكيد في النادي اكيد. طبعا في الجزيره، ما كان ايام ما كانش في انديه غير الجزيره، وكنا بنتدرب بعد الفريق الاول في النادي الاهلي اللي في الجزيره يا جماعه ساعتها، ما كانش عندنا فروع ثانيه. نعم ايوه كلنا كنا بنتمرن في ملعب واحد، يا اما الملعب التراب بتاع الهوكي كمان. نعم مظبوط. نعم. وحصل بقى ان الجماعه في البيت عندنا، يعني الوالده والوالد، كان الوالد مشجعني، لكن الوالده كانت زعلانه ان انا هلعب كوره، مع انه العكس دايما اللي بيحصل، الوالده بتشجع والوالد بيرفض. نعم. بس انت حضرتك كنت متفوق بقى دكتور، دي شغلانه ثانيه. الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله، ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. المهم يعني المهم الحمد لله، فانا عندي فكره عن الكره شويه. حلو. كان انا عندي حسام ورامي. ربنا يكرمهم ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب، ويخلي لك ابنك، والف مبروك اولا. يا رب يخليك. وربنا يبارك له دايما يا رب. ربنا يكرمك يا رب. فانا شفت في رامي الرجوله قوي في الكوره من صغره، يعني بيصمم يعني يفضل ورا المهاجم لغايه ما ياخدها منه باي طريقه. فانا لقيت في الحته دي، فالتصميم دوت بيجعله يخليه لعيب والناس كلها تحبه. أيوه. أيوه. غير لما يكون لعيب مزاجنجي، يعني بيحب يرقص، بيحب تتاخد منه. أيوه. ويخش فينا جون واحنا نبقى فرحانين. ونقول لا، كان فكرمي غير كده خالص. نعم. يعني بسم الله ما شاء الله يعني. وكان بيلعب كره في السكه الحديد، وبعد كده حصل انه كانوا ما ايدوش عشان سنه، انه ما كانش في فريق، انه كان بيلعب في سن اصغر من سنه اصلا الحمد لله طول عمره يعني سبحان الله. فانا ما ايدوش، وقلت خلاص مش مشكله، وانا خدته ورحت لاختبارات النادي الاهلي، وكابتن هو اللي خدك من ايدك. كابتن بدر صراحه فير قوي، فير قوي، فير قوي. كابتن بدر رجع. قعدنا بتاع حوالي اربع شهور على الاقل، كل يوم بنروح الاختبار. يا نهار ابيض. والله. وكان يعني مجموعه جامده قوي صراحه. كابتن عبد الرحمن، وكابتن عمرو. نعم. سيد وكابتن ده ما شاء الله، ده يعني ده الوالد ما شاء الله. ده انت جميل والله يا دكتور. نعم. الله يخليك. نعم. دكتور هل رامي حقق احلامك؟ يعني بسم الله ما شاء الله، يعني انا عندي 16 17 بطوله مع النادي الاهلي، بقول انا يعني ارض نهدم عليك يا ادي. بسم الله ما شاء الله، رامي النهارده 33 بطوله. يعني هو بيقول لي لسه ما عملتش حاجه، يعني بيقول لي انا لسه قدامي. والله الحمد لله، هو رامي راضي نفسيا طول عمره فعلا. وهو اللي انا شايفه فيه ده كرم ربنا سبحانه وتعالى، بعد الحكايات اللي هو حكاها لحضرتك، وحكاها بكل اخلاص يعني. نعم. بدون تزويق يعني. أيوه. فهو فانا شايف ان عشان هو نيته كويسه ونيته سليمه. صحيح صحيح. وبيحب الكوره في النادي الاهلي خصوصا، فهو ربنا كرمه عشان كده. انا الهيستوري يا دكتور انا الهيستوري مثلا التاريخ قدامي كده، لما بشوف مصطفى بيلعب والله العظيم يا دكتور كده بقعد ابقى مستغرب، وبعدين قاعد اغمض عينيا كده ابقى مش مصدق. يا جماعه معقوله الواد الزارز الصغير ده يا حبيبي اللي كان والله العظيم ايه ده؟ وبعد اسرع
وبعدين اكمل بس اكمل صح. جمله اتفضل. وبعدين انا اول مره وحياه ربنا اقول الكلام ده، وبعدين ارجع افتح عينيا فلاقيه، وبعدين يشيل كره انا عينيا بتدمع يعني والله. انا اول مره اقول الكلام ده بالاحساس ده، انا فعلا معقوله يا جماعه يعني ما هو بالنسبه لي حلم ان ابني يبقى لعيب في النادي الاهلي بصرف النظر كنت جون في النادي الاهلي، بس عواطفي انا اكتر شويه طبعًا ايه يا جماعه. فعلا الاقي نفسي مش قادر طبعا، غير سيبك بقى من امه بقى واللي بتعمله والتعذيب اللي تعذبونا. هل حضرتك بيجي لك نفس الاحساس والمشاعر؟ الواد الصغير اللي انت خدته دخلته النادي بقى كابتن من كباتن النادي الاهلي وكابتن كباتن مصر، انا اسف للاطاله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. اتفضل. لا انا هقول لحضرتك سر جامد قوي على فكره يا رامي. هو طبعا هو اكبر من مصطفى، ربنا يخليه لك نعم ويبارك لك فيه. يا اللي حصل ان انت حضرتك الناس كلها ما تعرفش ان انت لو كنت بتروح وتحضر تمرين مصطفى وبتبقى واقف وسط الابهات ابهات اللعيبه وبتبقى قلقان وتشوف كده عشان الناس ما يقولش ان مصطفى دخل وسطه في النادي. انا عمري ما رحت والله سبحان الله. رحت انت في المرات قليله صحيح، بس اللي شفتك فيه كنت بتبقى حريص جدا على خوف على وعلى مستقبله صح. فاحنا بقى كنا ما رحت في حياتي مدينه نصر مرتين، كنت في مشوار ورحت لافف بس. كان لسه حبيب قلبي وكان لسه بتلبسه الجوانتي. شفت ايوه مش مصدق، قالوا لي ده بقى، فرحت ابص عليه مش مصدق. أيوة بالظبط. نعم من ورا حضرتك بقى يعني الناس كلها كانت بتتكلم وتقول يعني مصطفى ليه مستقبل في حراسه المرمى. خلينا في رامي دلوقتي، خلينا في رامي. حقق كل احلامك. والله حقق اولا لنفسه وبعدين لينا احنا شخصيا. هو حقق لي بس حاجه واحده بس. أيوة. الامنيه اللي انا كنت بتمناها لرامي ان هو يكون ثقه الناس اللي في النادي الاهلي. دي اهم حاجه عندي انا شخصيا. افكرك بقى الشهره والفلوس وكده دي كلها ارزاق بتاعت ربنا ونعم بالله. افكرك ان شاء الله السنه دي انا وانت بامر الله هنحتفل برامي وهو بيتسلم اوسكار افضل لاعب في مصر باذن الله. يا رب حبيبي ان شاء الله. حبيبي يا دكتور، عايز تقول حاجه لبابا؟ لا طبعا يعني لا يا حبيبي زي ما انت منور يا رامي وربنا يوفقك يا رامي والمزيد من البطولات بالامانه يعني. يلا قول 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 لا قول وتفرح بعالي. خليه ما تديني فرصه اتكلم. اتفضل. انت مش مدي حد فرصه يتكلم. اتفضل. لا بابايا طبعا احنا اصحاب من قبل ما يبقى صحاب. اب يعني بتناقش معاه في كل حاجه. متفتح، دماغه كويسه، ما بخافش صديق. مثلا لما صديق نعم بخافش لما اعمل حاجه واروح اقول له مثلا حصل كذا كذا كذا. هو اللي جوزك ولا مامتك اللي جوزتك؟ لا هو اللي كان بيبقى مصر على الحته دي لان هو عايز فاهم حته معينه ان هو الاستقرار حلو وانا كنت في وضع زي ما قلت لحضرتك ان محتاج ان انا اخرج من الكوره شويه. فهو اللي فضل ورا الموضوع ان انا اتجوز. فهو قريب مني، احنا اصحاب مش ربنا يخليكم لبعض يا رب. بالعكس هو على طول معايا على طول في الماتشات، بيبقى موجود وحاضر. بيبقى في تعليمات مثلا بيقولها لي معينه بسمع كلامه فيها. فربنا خلوه لي طبعا. شاكرين يا دكتور هشام. دكتور هشام ربيعه والد النجم والكابتن رامي ربيعه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.